كما ذكرت بأن أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا بأن هذه الأيام والليالي المذكورة في سورة الفجر المقصود بها العشر الأول من أيام ذي الحجة، ولكن هناك من العلماء من فصل في هذه القضية، لأنه ربما قد يستشكل الأمر عند بعض الناس، بحيث أن طرفاً من أهل العلم أو طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن العشر المقصود بها العشر الأواخر من شهر رمضان. رمضان طبعاً إيه. ولكن للعلماء الباحثين المجدين المجتهدين في هذه المسألة رأي توفيقي فيما يتعلق بهذه القضية بالذات، حينما نسمع كلام الله سبحانه عز وجل ودقة اللفظ القرآني فإنه يتحدد من خلالها المعنى المراد. فإذا سمعت الليالي العشر تقطع بأن الليالي العشر هن الليالي الأخيرة من شهر رمضان، صح. لكن إذا سمعت الأيام العشر فإن المقصود بها أيام العشر الأول من ذي الحجة اللي رأنا فيهم الآن. نعم، ما شاء الله. فالأمر يتعلق بفضل الليالي في رمضان، وأما ما تعلق بذي الحجة فإنه يتعلق بأيام. بأيام، صح. كما يقال أيهما أفضل، ليلة القدر أفضل أم ليلة الجمعة؟ هناك أحاديث اختصت بليلة الجمعة، وهناك أحاديث عمت ليلة القدر. فالعلماء قالوا بأن ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة، وليلة الجمعة هي أفضل ليلة في الأسبوع. لذلك وفقوا بين الأحاديث أو الآيات التي تتناول هذه المعاني، وكلها تصب في مصب واحد. ولكن هذا لا ينقص من فضل هذه الأيام اللي رانا عايشينها. نعم، فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، صح. طبعا هي أيام فاضلة بلا نقاش، صح، بلا جدال. من المؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمنا، فقال بأن أفضل ما في أيام الدهر هذه الأيام العشر. ما شاء الله. قالوا، يعني سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا حتى الجهاد في سبيل الله أو حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك، لم يرجع من ذلك بشيء، لا بنفسه ولا بماله. سبحان الله. فالمسألة تتجاوز قدر حصر الفضل. هذه الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك دونت أو سطرت في القرآن الكريم يتلوها الناس على مر العصور والدهور. في حديث كذلك يصب في هذا المعنى يتناول هذه الليالي، قال عليه الصلاة والسلام في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام، قالوا حتى الغزو في سبيل الله يا رسول الله؟ قال لو أخرج في معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله، لو استل الرجل سيفه فضرب في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه ويتخضب دما لكانت هذه الأيام والليالي أفضل من سائر الأيام والليالي الأخرى. كيف لا شيخنا، وأنه في هذه الأيام ربما تجتمع أحب العبادات ولا أهم العبادات، عندنا صلاة، عندنا كذلك صيام اللي هو ربما في يوم عرفة، عندنا كذلك حج بالنسبة للناس اللي هم في الحج، وكذلك النحر. نعم، إذن هذه الأيام كما قلت أخي الحبيب صلاح بأنها جمعت أمهات العبادات. ما شاء الله. أمهات العبادات حصرت في هذه العشر، لذلك على كعبها وارتفع مقامها وتجلى فضلها عن سائر الأيام وباقيها. ففضلها لا ينكر، صح، والعمل فيها أحب إلى الله سبحانه عز وجل من العمل في سائر الأيام الأخرى. لعل جامع ما نتكلم عنه
هو فضيلة الذكر في هذه الأيام أو في غيرها. نحن نعلم بأن هذه الأيام أو هذه المناسبات محطات لتنقية العباد مما عالق بهم من الأوزار. صح. حينما نتكلم مثلا عن ليلة القدر نقول أيمكن للإنسان أن يقابل الله سبحانه عز وجل بأوزار لو وضعت في كفة ووضعت عبادة 84 سنة في كفة ترجح بها المعاصي الأوزار؟ نقول نعم. لذلك جعلها الله سبحانه عز وجل محطات للتنقية.